تعرف احنا شعب بنحب التفاصيل اكيد وبنحب سيدي الفضول اتوقع بعرف يمكن السؤال وسيدي بتعرف عندك خلع زواج وهيك يعني. فاحنا لازم نعرف سيدي سيدي هو السؤال لازم نجيب اسمه شباب اوكي ما تخاف كيف تعرفت على ستي انس رجول ما تخاف هذا السؤال الله يسامحك عن السبب طبعا. هذا السؤال بصراحة بنسأله كثير فما تخاف تفضل لا احنا الحمد لله قصتنا بسيطة يعني انا كان عندي زميلة في المدرسة صاحبة رجوة وتعرفت على رجوة من خلالها يعني وعلى فكرة على فكرة ما حكينا او شفنا بعض لفترة بعد ما تعرفنا وكان في يوم هيك اشي ذكرني فيها وقررت اسأل عنها سبحان الله صار النصيب والله الحمد لله أنا بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد يتعرف على حدا زي رجول ما شاء الله يعني وهي العرس قرب و يعني الحمد لله مرتاحين ومتحمسين والله يبارك فيك ونتمنى السعادة والفرح للجميع وأتوقع هون مكان مناسب إنه نوقف الأسئلة. أرجوك سيدي يعني. فشكرا كمان مرة والله يعطيك العافية يعني بعرف إنه اليوم قالوا لي الشباب إنه الكل مبسوط وبعرف في حوارات مش كلها سهلة بس يعني إحنا هدفنا إنه كان يكون في تواصل مع الشباب والمسؤولين وغيرهم من القطاع الخاص كمان فشكرا كمان مرة الله يعطيك العافية وكل عام أنتم بخير سيدي وغسان ما شاء الله عليك أبدعت. تسلم.